تطورات متسارعة في مسارات التسوية السياسية، حدث بارز حصل هذا الأسبوع وهو وصول وفد حوثي إلى الرياض وفق معطيات تقول أن هنالك تهيئة بوساطة خليجية وبالذات وساطة عمانية وسعودية من أجل التحضير لمفاوضات الحل الشامل. المعطيات تقول كلها أن المسارات تتجه لتنضيج المسار السياسي، والمسار السياسي في اليمن واضح منذ بداية الحرب ومنذ تدخل التحالف العربي. كانت القوة المسلحة عبارة عن أداة من أدوات السياسة، وكلما فتحت فرصة لعملية سلمية تدعمها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضا. عندما انطلقت المفاوضات في جنيف واحد كان هنالك دعم كبير من التحالف العربي لتلك المفاوضات بهدف الوصول إلى تسوية سياسية. وعندما جاءت مفاوضات الكويت والتي أجهضت في اللحظة الأخيرة نتيجة معطيات ليست بيد الحوثي، دعمت دول التحالف العربي تلك التوجهات نحو مسيرة سلمية، نحو عملية سلمية حقيقية تفضي إلى استقرار البلد. حصلت جنيف اثنين وحصل أيضا على دعم من دول التحالف العربي. ثم جاء ستوكهولم، ورغم أنه كان مجحفا إلا أن دول التحالف العربي كالعادة تدعم أي عملية سياسية تفضي لاستقرار، تفضي لإيقاف نزيف الدم. ثم جاءت بعد ذلك تطورات متلاحقة وأعلنت المبادرة السعودية في عام 2021 برؤية واضحة، كل مسارات الأحداث تتجه لتكون ذاهبة وفق المبادرة السعودية. الطابور الخامس يضخ الإشاعات والمغالطات، وحتى إعلام الحوثي يضخ الإشاعات والمغالطات نحو حول حقيقة ما يجري من تهيئة للأجواء لإطلاق مفاوضات الحل الشامل، مشاورات يمنية داخلية برعاية خليجية وبرعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل الوصول لإيقاف دائم لإطلاق النار والانتقال من مرحلة النزاعات والحرب إلى مرحلة أخرى هي ما تستحقه اليمن، مرحلة الاستقرار والتنمية. هذه الأمور كلها تجري، إلا أنه يظل الشغل الشاغل للأبواق الناعقة في السوشيال ميديا في تحريف الحقائق وتحريف ما يجري لإهام الناس أن ما يحصل عبارة عن انتصار للحوثي وأن الحوثي انتصر وأنه تمكين للحوثي وشرعنة للحوثي وأمور كثيرة تنسفها حقائق ما يجري والتعبيرات الرسمية من رعاة العملية السياسية، الرعاة الإقليميين، رعاة مجلس التعاون الخليجي، الوساطة العمانية السعودية وأيضا المجتمع الدولي، وهناك تعبيرات رسمية أمريكية سنستعرضها لكم في هذه الحلقة ليتضح حقيقة ما يجري. وصول الوفد الحوثي إلى الرياض هو يأتي في سياق التهيئة وإنضاج دور الوساطة الخليجية السعودية العمانية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي أصلا. ولعلنا نتذكر أنه مجلس التعاون الخليجي عندما عقدت مشاورات الرياض في أبريل 2022 كانت جماعة الحوثي مدعوة وكانت لتحضر حتى آخر لحظة من أجل أن يقوم مجلس التعاون الخليجي بقيادة سعودية وإماراتية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي لإيصال اليمن بالتحول نحو الاستقرار. نكص الحوثي عن الوصول إلى مشاورات الرياض، ثم كان للحكمة الخليجية دور في تنضيج المواقف والعمل جهود دبلوماسية كبيرة من أجل الوصول أنه يأتي الجميع ليكونوا على طاولة حوار شامل يفضي لإنهاء الصراع في اليمن بسقف واضح وهو سلام دائم عادل شامل مستدام. استدامة السلام هو أهم نقطة ربما يعتقد البعض، وهناك مخاوف من البعض وهي مخاوف مشروعة أنه مرحلة ثم تؤسس لمراحل صراع أخرى، مخاوف البعض حقيقية أن الحوثي لديه تاريخ أسود في مسألة النقض بالعقود وعدم الوفاء بالالتزامات، وهذا التاريخ الأسود هو أكبر حجر عثرة أمام أي عملية سياسية قد تجري. نعم التاريخ الأسود للحوثي مأخوذ في الحسبان وفي الاعتبار، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه والذي سنناقشه في هذه الحلقة، هل يذهب الحوثي الآن
إلى العملية السياسية بجد أم أنه مكره ومرغم على ذلك؟ هل الضغوطات الشعبية القائمة الآن على الحوثي والأصوات المرتفعة التي بدأت تترافع وتتزايد في مناطق سيطرة الحوثي والغضب الشعبي المتنامي هو السبب الذي دفع الحوثي للقبول بالذهاب إلى الرياض؟ والذهاب إلى الرياض كما هو معروف هو خطوة سابقة وليست مفاوضات، لا يمكن أن يكون هنالك حوار بين الحوثي وبين أي دولة. الدول مجلس التعاون الخليجي تقوم بدور الوسيط كما تقول الأمم المتحدة بدور الوسيط. هل الضغط الشعبي الذي جعل الحوثي يذهب كفيل استمراره؟ هل هو متزايد وسيكون مستمرا ليجعل الحوثي يذهب إلى خطوات أخرى متقدمة نحو حوار يمني شامل يفضي لإنهاء الصراع؟ نعرف أنه الاتفاق السعودي الإيراني أيضا ألقى بظلاله على الملف اليمني، ورب النعمة الحوثي الذي يقود الحوثي والذي يتخذ قرار الحوثي اليوم أعطى الضوء الأخضر للذهاب إلى التسوية السياسية. ما منع الحوثي من التوقيع في اللحظة الأخيرة على اتفاق الكويت بعد شهرين من ماراثون المفاوضات في الكويت؟ ربما يكون الآن أعطى الضوء الأخضر للذهاب إلى تسوية سياسية. هذه أمور كلها تؤخذ في الحسبان. سنحاول في هذه الحلقة قراءة ردود الفعل وقراءة ما بين سطور ما يجري لتوضيح الصورة، لتكون الصورة واضحة أمامكم عن حقيقة ما يجري بعيدا عن المغالطات التي تضخ في السوشيال ميديا وعن المغالطات التي يضخها الإعلام المعادي، إعلام الطابور الخامس الذي تعودنا عليهم منذ بداية الحرب، الذين لديهم فوبيا من التحالف العربي، الإعلام القنوات الموتورة التي ظلت تخلط الأوراق لفترة طويلة، الأبواق المأجورة في السوشيال ميديا التي ظلت تخلط الأوراق لفترة طويلة واليوم تحولت كأنها جزء من إعلام الحوثي وهم يضخون الإشاعات من أجل خلط الأوراق في حين أن الواقع مختلف. وصول وفد الحوثي إلى الرياض هو خطوة يبنى عليها، هي ليست الخطوة النهائية. إذا لم تأتي ثمار تلك الخطوة بنجاح الوساطة السعودية العمانية أو لنسميها الوساطة الخليجية تحت مظلة سقف مجلس التعاون الخليجي، وهو كما هو معروف أن مجلس التعاون الخليجي هو راعي للعملية السياسية شأنه شأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إذا ذهب الحوثي في هذه الخطوة لاستكمال الترتيبات التي يقوم بها الوسطاء الآن لإطلاق مفاوضات شاملة تنهي لمفاوضة الحل الشامل لكل القضايا الدولة في اليمن عموما، تسليم السلاح للدولة، الأمور كذا، القضية الجنوبية ومساراتها، إذا ذهب الحوثي إلى هذه الخطوات المتقدمة ربما ننظر أن مسارات التسوية تذهب في اتجاهات إيجابية تفضي لإنهاء الصراع. لا أحد يريد إراقة قطرة دم واحدة، ويظل كل الخيارات مفتوحة إذا تعنت الحوثي أو أظهر شيئا من إذا اعتقدت ميليشيا الحوثي أنها تلعب على الوقت وعلى أنها ستلعب على المتناقضات، فإن صبر الإقليم وصبر المجتمع الدولي قد نفذ. وهذه ما يجري هو عبارة عن محاولة للاحتواء واقتناص المتغيرات الدولية والمتغيرات الإقليمية من أجل إدخال اليمن إلى مرحلة أخرى بعيدة عن الحروب والنزاعات والدماء. الحكومة اليمنية كانت قد رحبت بما يجري من ذلك، وكما يظهر أمامكم قد رحبت الحكومة اليمنية بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمساعي الأممية والدولية الهادفة لدفع الميليشيا الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوة السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. وكما يظهر أيضا أمامكم فقد رحبت الحكومة في بيان لها الجمعة استمرار نهجها المنفتح على كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات الثلاث وما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن. يتحدث البعض خصوصا الطابور الخامس الذي لديه فوبيا من التحالف والذي يحرض الحاضنة الشعبية ضد الدولة وضد التحالف ليظهر أن ما يحصل هو عبارة عن استسلام للحوثي، وذلك أمر سنفنده في هذه الحلقة. من الذي ينتصر؟ من المنتصر في حال تحققت العملية السياسية؟ في حال حصل الوصول لتحقيق الأهداف وحصل الانتقال إلى الاستقرار وإيقاف الحرب بالإرادة المعلنة من التحالف العربي،
طول منذ 8 سنوات هنالك إرادة معلنة من التحالف العربي وهو الوصول باليمن إلى البر الاستقرار، هنالك إرادة معلنة من قيادة الدولة اليمنية ومن الدولة اليمنية الشرعية أن هنالك ذهاب رغبة للذهاب إلى الاستقرار وترك الباب مواربا أمام أي عملية سياسية تفضي إلى ذلك الاستقرار. من المنتصر؟ هل المنتصر من يحقق إرادته؟ أم المنتصر الذي يقوم أصلا على الحرب؟ جماعة الحوثي ولدت من رحم الحرب، وانتهاء الحرب هو هزيمة لجماعة الحوثي، ومن يحاول تصوير غير ذلك فإنه يعني يخلط الأوراق ولا يدري ما يجري في مجريات السياسة. فاصل ونعود. تطورات متلاحقة في مسار التسوية السياسية ووصول وفد حوثي إلى الرياض، هدف وصول الوفد إلى الرياض هو إنضاج الوساطة العمانية السعودية والوساطة الخليجية عموما للتهيئة نحو مشاورات شاملة بين الأطراف اليمنية من أجل الوصول لمفاوضات الحل الشامل. خطوات متقدمة نعم، إلا أن مخاوف الناس من أن الحوثي ينقلب على الاتفاقات، التاريخ الأسود للحوثي يجعل هنالك مخاوف كبيرة لدى الناس، وذلك وتلك مخاوف مشروعة. هنالك إشاعات أن ما يجري هو عبارة عن صناعة شرعنة للحوثي، ربما بعض الناس يقولها عن جهل بالواقع أو بعضها يقولها نوعا من خدمة الحوثي. بعض الناس يقولوا أنه انتصار على الحوثي، ولكن وقاع ما يجري في كواليس تلك المفاوضات والسياقات التي تجري فيها تقول أن الحوثي خرج من المربع الذي إذا ذهب إلى المشاورات الحل الشامل فإنه يخرج من المربع الذي يعيش فيه والبيئة التي يعيش فيها بيئة الحروب إلى المربع الذي لا يجيده، لأن المفاوضات الحل الشامل تعني دولة، تعني العودة لصاحب السلطة وهو الشعب، تعني تقرير مصير القضايا الكبيرة وفق ما يقوله الشعب. الحوثي لا يملك الأرضية الشعبية، الشعب يرفضه في مناطق سيطرته، وبالتالي العودة لصاحب السلطة هو هزيمة لجماعة الحوثي. نعم هنالك ضغوط شعبية كبيرة تجبر الحوثي على الذهاب إلى المفاوضات، نعم هنالك متغيرات إقليمية تجعل الحوثي يرضخ للعملية السياسية، إلا أنه يظل أنه الذهاب إلى تسوية شاملة عادلة تفضي لسلام عادل شامل مستدام ودولة قوية تحتكر السلاح مع حل للقضايا المصيرية وبالذات قضية الجنوب، كل تلك أمور هي أهداف وطموحات وآمال لكل يمني حر أبي سواء في الشمال أو في الجنوب. بالتالي الآن هنالك توجه، إلا أن هنالك توجس قائم. إخواننا في الجنوب أيضا لديهم هواجس أنه بعد تقديم آلاف الشهداء كيف لنا أن نشرع أن يعود الحوثي إلى الجنوب؟ وأعتقد أنه ما يجري من مسارات الأحداث ومن الكواليس السياسة يقول أن الصورة غير ذلك، وبالتالي نستعرض موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الذي هو الحامل السياسي لقضية الجنوب المفوض من شعب الجنوب لنعرف الموقف الجنوبي الواضح من تلك الوساطة الخليجية العمانية السعودية لنحو الوصول إلى العملية السياسية. ويظهر أمامكم بيان المجلس الانتقالي الجنوبي والذي نستطيع من خلاله أن نستشف موقف القيادة السياسية للجنوب، والتي أعتقد أن الشارع الجنوبي دائما هو ما يميل لقيادته التي فوضها. المجلس الانتقالي الجنوبي يقول في بيانه: يجدد المجلس الانتقالي الجنوبي موقفه المرحب بالمبادرة السعودية للسلام والتي أعلنت في مارس 2021 في إطار دعمه الدائم لكل جهود السلام، ويثمن المجلس حرص وجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه إحلال السلام الدائم وتثبيت الاستقرار في الجنوب واليمن. وينتهز المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الفرصة للتأكيد مجددا على حرصه تحقيق عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤسس لحوار غير مشروط لضمان معالجة جميع القضايا، وفي طليعة ذلك الإقرار بقضية شعب الجنوب ووضع إطار تفاوضي خاص لحلها كأساس لبدء جهود السلام والالتزام بمضامين اتفاق الرياض ومخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي. تناولنا موقف المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال البيان الصادر عن المجلس، لأن هنالك حساسية معينة عند أخواننا في الجنوب، لابد أن يعرف المغرد الجنوبي أين
تتوجه قيادته، المخاوف مشروعة، ولكن المخاوف يجب ألا تحول الشارع إلى اتجاهات أخرى بعيدا عن المصالح العامة والأهداف التي يجب أن تتحقق على المنظور الاستراتيجي. بقية القوى السياسية أيضا تفاعلت بإيجابية، وليس لدينا مجال من الوقت لاستعراض مواقفها. المؤسسات الدولة المختلفة تفاعلت بإيجابية مع ما يجري. الكل يريد السلام، الكل يريد الاستقرار، إلا الحوثي هو الذي يقف حجر عثرة. ما دام الحوثي أتى لتنضيج جهود الوساطة الخليجية العمانية السعودية بالذات للذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل، فأعتقد أن كل القوى السياسية ستنخرط بما يفضي لسلام عادل شامل مستدام، وليس تسليم كما يعتقد البعض، وليس شرعنا للحوثي كما يعتقد البعض. المواقف الدولية أيضا من التطورات أيضا ملفتة للنظر. سنستعرض الموقف الأمريكي، لأنه الموقف الأمريكي يعكس وجهة النظر لطبيعة ما يجري. وهنا كان هنالك مؤسستان أمريكيتان، مؤسسة الرئاسة الأمريكية عبر مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، كان هنالك بيان واضح والذي يظهر أمامكم باللغة الإنجليزية عن مستشار الأمن القومي، والذي يرحب باستضافة السعودية. المحادثات مع الوفد الحوثي كخطوة مهمة نحو توسيع محادثات السلام. الأمريكان الذين هم الفاعل الأبرز في المجتمع الدولي وبالذات في الملف اليمني أيضا، يقولون أن ما يجري في الرياض هو تهيئة نحو محادثات واسعة للسلام. البيت الأبيض في البيان الذي يظهر أمامكم أيضا يوضح طبيعة الموقف الأمريكي، وأيضا يوضح طبيعة ما يجري. لا نغفل دور المجتمع الدولي في رعاية العملية السلمية والتأثير على مسارات الحل في اليمن. البيت الأبيض نرحب، وهذا من الموقع الرسمي للإدارة الأمريكية، نرحب بوصول وفد حوثي إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لممثل الحوثي إلى الرياض منذ بدء دخول الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة حيز التنفيذ لأول مرة في 2 أبريل 2022. وقد جعل الرئيس بايدن منذ الأسابيع الأولى له في منصبه من تخفيف التصعيد وإنهاء الحرب في اليمن أحد أهم أولوياته في السياسة الخارجية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تفخر بتقديم دعمها الدبلوماسي لجهود السلام بالتنسيق مع الأطراف اليمنية والأمم المتحدة. اسمعوا هذه الكلمة، بالتنسيق مع الأطراف اليمنية، ونحن نشيد بقيادة المملكة العربية السعودية لهذه المبادرة الحالية، وكذلك نشكر قيادة سلطنة عمان على دورها المهم، وإننا ندعو جميع أطراف هذا الصراع الرهيب إلى تعزيز والبناء على فوائد الهدنة التي جلبت قدرا من السلام إلى الشعب اليمني ووضع حد لهذه الحرب في نهاية المطاف. إذن البيت الأبيض والبيان الصادر من جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجاك سوليفان شخصية لها تأثير غير عادي في السياسة الأمريكية. من يطلع على كواليس السياسة الأمريكية يجد أن هذا الرجل محوري، وموقعه أيضا رسمي كمستشار الأمن القومي محوري. البيان يقول أن أمريكا شأنه شأن المجتمع الدولي تدعم عملية التحول إلى مفاوضات شاملة في اليمن بين الأطراف اليمنية. الأمريكان يقولون أن دور المملكة العربية السعودية وعمان ومجلس التعاون الخليجي وسطاء شأنهم شأن الأمم المتحدة. لم يقتصر الموقف الأمريكي على البيت الأبيض، أيضا الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا كما يظهر أمامكم، وعلى لسان المتحدث الرسمي للوزارة الخارجية ماثيو ميلر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ترحيبها باستضافة السعودية وفدا من الحوثيين في الرياض لإجراء محادثات بهدف دفع عملية السلام في اليمن، ووصفتها بأنها خطوة مهمة نحو السلام. وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في بيان أن الولايات المتحدة تدعم بقوة تنشيط العملية السياسية اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة لوضع حد للصراع، وأضاف
نحن نقدر بشكل خاص الدور المهم الذي لعبته سلطنة عمان في تسهيل الزيارة التي تأمل أن تعزز الثقة وتستكشف سبل إنهاء الحرب في اليمن بشكل نهائي مع تمكين اليمنيين من تحديد مستقبلهم. وضعوا خطين على تمكين اليمنيين من تحديد مستقبلهم. المجتمع الدولي يرى أن المفاوضات يمنية وأن دور الأشقاء في الدول مجلس التعاون الخليجي شأنهم شأن الأمم المتحدة هو تسهيل المفاوضات. وذكر المتحدث أن المحادثات في الرياض تأتي في أعقاب زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون كبار إلى المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي للتشاور مع شركائنا الإقليميين والأطراف اليمنية حول مسار عملي نحو السلام. وضعوا 20 خط تحت هذه الفقرة الأخيرة. ذهاب وفد الحوثي إلى الرياض أتى في سياق جهود دولية وإقليمية لتنشيط العملية والتحضير لمفاوضات الحل الشامل. المفاوضات ليست بين الحوثي وبين أي دولة. المفاوضات ما يجري هو تحضير للمفاوضات اليمنية والتي إذا انخرط الحوثي فيها وذهب الناس إلى مفاوضات الحل الشامل، عندئذ نذهب إلى الخيار الأسهل الذي المعطل الرئيسي فيه هو ميليشيا الحوثي. الخط الواضح في مسألة المسارات في اليمن، المسار السياسي واضح، الدولة ملتزمة به، الأشقاء يدعمونه، إلا أنه إذا حصل انسداد في أي وقت فإن الحجة قد قامت على ميليشيا الحوثي وتظل كل الخيارات مفتوحة. الأيام القادمة مليئة بالأحداث والمستجدات والتطورات، ونحن معكم في سردها وتفصيل خيوطها وفك شفراتها واستشراف مساراتها المستقبلية. إلى حلقة قادمة من بين السطور مع اليوسفي. Thank you.